السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفضول أو الفضولية وكيف تعمل الأشياء، هذا عنصرين مهمين جدا في حياتك اليومية. كل يوم نمر بأحداث يوميا، وكل يوم نتعلم. لا زال الإنسان طالما لقيد الحياة لا ينتهي العلم لدى الإنسان، فالإنسان كل يوم يتعلم. لذلك ضمن اختصاصاتنا كباحث وأيضا مؤلف، فجاءتنا بهذه كذلك طبعا كثير من النظريات القيم الحياة السعيدة ألفناها، ومن ضمنها الحياة مدرسة لا نهاية لها من العلم، فكل يوم هناك علم جديد نتعلم. فلذلك كل شيء الذي نواجه، كل الأحداث، كل التصرفات، كل الذي يحصل في حياتنا من خلال المعلومات التي نستوعبها، من خلال هذه المعلومات التي كيف نخزنها وكيف نستخرجها، ولذلك كيف نتعامل مع الآخرين، كيف نتعامل مع حياتنا، كيف نتعامل مع طموحاتنا في التحقيق ما نصب إليه، فيما هو متخصصين إليه. كل إنسان يتميز الإنسان والآخر، كل إنسان له تميز خاص. لذلك هذه النصيحة مني شخصيا بأن تتابع هذا العنصرين الأساسيين في حياتك اليوميا. كل يوم خذ نفس عميق، استنشق نفس عميق، وغمض عينيك وتذكر بهذين العنصرين الهامين اللذين ننصح بتطبيقهما. أولا الفضولية أو الفضول، وثانية كيف تعمل الأشياء. فكن فضولي، وفي نفس الوقت انظر كيف تعمل الأشياء، وبهذه الطريقة وبهذا الأسلوب بهذا المجال تستطيع أن تجعل حياتك أفضل، تنعم بحياة كريمة، بحيث تتعلم كيف تتعامل مع المجتمع، كيف تتعايش مع مختلف ثقافات ويعني كل اختلافات الموجودة في فئة البشرية. حتى التوأم ما تجد توأم بنفس الصفات بنفس لذلك كل إنسان يتميز بصفات، بكل ما يتميز فيها من جميع هذه المكونات متميزة. فتذكر مرة أخرى بالفضولية وكيف تعمل أشياء. فيوميا انظر إلى كيف تعمل مع هذين العنصرين، بكيفية تتعامل مع الفضولية، وكيف تتعلم كيف تعمل الأشياء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.